نعم شيخنا رحمه الله، أعطيكم برنامج بالنسبة للبرنامج اليوم في البيت كالتالي: يستيقظ رحمه الله قبل الصلاة، قبل أذان الفجر، بنحو ساعة إلى ربع أو ساعة، ويصلي ما كتب الله له، لأنه هو رحمه الله إذا رجع إلى بيته قبل أن ينام يصلي 4 ركعات بتسليمتين، ثم إذا استيقظ في آخر الليل صلى 4 ركعات بتسليمتين، ثم صلى 3، لأنه كان يحافظ على 11 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فكان رحمه الله دأبه أنه يحرص على أن يحافظ على هذا العدد في كل وقت، يستيقظ قبل الفجر فيصلي ما يعني قدر الله له، ثم يصلي سنة الفجر في بيته، ثم يذهب إلى المسجد ماشيا على قدميه. وكان في الغالب في الأغلب العام أنه يكون محتفيا يعني حافيا، وليس ذلك لخصوصية صلاة الفجر. بعض طلبة العلم ظن أن من السنن لصلاة الفجر أن تخرج إلى المسجد باشيا، لكن الشيخ رحمه الله كان يخص ذلك بصلاة الفجر نظرا لبرودة الأرض، لأنه كان يمشي على أرض إسفلت، والأرض الإسفلت تكون حارة يعني في أيام الصيف، فكان في صلاة الفجر يخرج إلى المسجد حافيا من غير نعل، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بالاحتفاء أحيانا. ثم يصلي الفجر، وكان أثناء ذهابه لصلاة الفجر يقرأ الورد، حتى إذا بقي شيء من الورد توقف في المشي حتى ينتهي من الورد، ثم يصلي صلاة الفجر، ثم يخرج بعد الفجر، ويصحبه الطلبة إلى بيته، منهم من السائل، ومنهم الذي يطلب شفاعة وغير ذلك، حتى يصل إلى البيت، ثم يرتاح قليلا في بيته نحو ساعة وما أشبه ذلك، ثم يستيقظ رحمه الله ويتوضأ ويصلي ركعتي الضحى، ثم يتناول طعام الفطور ويستمع إلى الأخبار. وكان رحمه الله حريصا على الاستماع، يعني في ذلك الوقت استماع إذاعة لندن لأنها تأتي بأخبار العالم، فكان حريصا على سماع الأخبار. ثم بعد ذلك إن كان عنده محاضرات في الجامعة ذهب إلى الجامعة، وإن لم يكن عنده محاضرات فإنه يشتغل بمصالح المسلمين من كتابة الأجوبة والرد على الناس، أو الاتصال ببعض المسؤولين للمناصحة أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك، حتى يحين وقت صلاة الظهر، ثم يتوضأ ويصلي 4 ركعات في بيته سنة، ثم يذهب إلى المسجد ماشيا لصلاة الظهر، ويقرأ قرآنا في أثناء ذهابه لصلاة الظهر وصلاة العصر، يقرأ قرآنا، يقرأ حوالي يعني تقريبا أكثر من نصف جزء، لأن يعني كل يوم كان في القرآن يقرأ جزئين في الأيام المعتادة. بعد صلاة الظهر أيضا يرجع الطلاب معه يسألون حتى يصل إلى البيت، وأحيانا يكون عنده ناس من الضيوف من المشائخ أو من طلبة العلم فيستضيفهم رحمه الله لطعام الغداء، ويكون معه الهاتف يرد على الناس، حتى أنه يرد واللقمة في فمه أو في يده. ثم إذا بقي على العصر قرابة نصف ساعة أو نحو ذلك خلد إلى الراحلة، أخذ راحة لمدة نصف ساعة، ثم قام لصلاة العصر وتوضأ وذهب إلى المسجد ماشيا. بعد صلاة العصر يجلس لقضاء حوائج الناس من توزيع بعض المعونات والصدقات، لأنه كان يجلس الضحى أحيانا يكتب 40 شيك 50 شيك يكتبها بنفسه رحمه الله. ثم إذا صلى العصر جلس وأعطى المؤذن أو أحد الطلبة، قالوا الذي يريد الشيك له شيء يذهب إلى فلان فيوزع ما يستحقونه من الأموال أو من المساعدات، ويكتب الشفاعات ويجلس للناس. فإذا فرغ من ذلك رجع إلى بيته، وأحيانا يكون هناك أشياء خاصة، إما زيارة عيادة مريض أو نحو ذلك بعد العصر، أو أحيانا يذهب إلى بعض الأماكن لتصحيح القبلة، لأن عنده بوصلة رحمه الله قديمة جدا وهي دقيقة في تحديد القبلة،
فكانوا إذا أرادوا أن يبنوا مسجدا يأتوا للشيخ ويقول نريد أن تحدد لنا القبلة، فيأتي بالبوصلة ويحدد لهم القبلة. وكان هذا في الغالب أنه يكون بعد صلاة العصر، ثم يرجع إلى بيته ويقرأ أحيانا بعض الكتب التي يعني يريد يراجع بعض المسائل للدرس، ثم صلاة المغرب يأتي أيضا إلى المسجد ماشيا ويقرأ الورد في أثناء ذهابه إلى المسجد. فإذا صلى المغرب دخل إما إلى غرفته أو إلى داخل الجامع ليكمل الورد ويصلي السنة الراتبة، ثم يجلس للتدريس حتى صلاة العشاء. إذا صلى العشاء كانت عنده بعد العشاء مواعيد مرتبة، هناك يوم فيه اجتماع مع القضاة، وهناك يوم فيه اجتماع مع طلبة العلم، وهناك يوم فيه اجتماع مع أعضاء مجلس تحفيظ جمعية تحفيظ القرآن، وهناك أيضا اجتماع مع بعض الأعيان إلى غير ذلك من الاجتماعات المفصلة للشيخ، ثم يرجع إلى بيته ويخرج إلى الراحة. وكان رحمه الله بالنسبة لقراءة القرآن كان يقرأ في غير رمضان كل يوم جزئين، يختم في الشهر مرتين في الأيام المعتادة، أما في رمضان فكان يختم كل ثلاثة أيام في أول رمضان، كل يوم يقرأ 10 أجزاء من حفظه رحمه الله. هذا ما يتعلق ببرنامج الشيخ اليومي مختصراً.